أنت محتاج إلى العافية، فأنت على ظهر الأرض ما تدري ماذا يكون لك، لأن الإنسان لا طاقة له بعذاب الله عز وجل. ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، زار عليه الصلاة والسلام رجلا فصار مثل الفرخ من المرض، فقال: يا رسول الله، إني سألت الله ألا يعذبني بشيء في الآخرة إلا عجل لي به في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا طاقة، كما في إحدى روايات مسلم، لا طاقة لك بعذاب الله. ولذلك في رواية الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أما كنت سألت الله العافية؟